ربنا شريف معاكم زي كل سنة. وقول يا رب يبعثوا لنا من البيت عشان هو كان تعبان امبارح بالليل صلى الصلاة. اللي كان حاضر وجاهز امبارح بالليل لقاها جه كان تعبان كان بيصلي وتعبان. عنده دور كارثي كده شوية جامد ايه ما قدرش يجي دلوقتي. يمكن يفحص برضه يمكن ربنا يديله هو لما تصلي تقول يا رب ابعت ابونا بسرعة عشان يجي معانا. يا ربنا هيقويه كده ويخليه يجي يلحق ضروري يتعيد عليكم ويديكم صورة فيه. انا خايف كده برضه ودي لازم تكون ايه تبان لك اول كده ايه يبقى معايا كلنا نقول يا رب ايه ادى الصحة والقوة لابونا بشوي عشان يلحق يجي نفرح بوجوده وياه. سعيد ميلاد مني سعيد جامد يا سؤال ويعمل لنا مملكة ونبقى
جينا معانا على طول وبصينا لقينا منك كل يهود طلبوه هو ما قدرش ياخد عن نفسه وهتشوف القبر دفنوه. فلو قال له ليه؟ يمكن يطلع من القبر. قال له انت بتصدق لو قال واحد يخش القبر ويطلع ثاني؟ فلو قال له ايه؟ اسمع الكلمات، انت فاكر الحكايه بتاعت العازر؟ مش العازر كان داخل جوه الايه؟ القبر وطلع. طب ممكن المسيح يعمل زيه؟ قال له ايه؟ ده العازر قام من القبر لان يسوع هو اللي قومه، لكن مين اللي هيقوم يسوع؟ ما عندناش حد يقدر يطلعه. قال له دي حاجه في حياتي. قال له بس اسمع يا لؤي، انا عاوز اقول لك حكايه. قال له ايه؟ قال له انا مخي هيفرقع. قال له اتلخبط خالص. قال له ايه اللي حصل ده؟ قال له في ناس ستات من المريمات اللي كانوا بيجوا مع يسوع بيقولوا انه شافوه قام من الاموات. وانا بيني وبينك يا لؤي ما صدقتش الكلام بتاعك ستات ابدا، لان هم اي كلام بيقولوه كده. وبيني وبينك يمكن الست ديت وهي ماشيه كده في الشارع يمكن شافت واحد قال ده شكل يسوع، وانا ما اعرفش ان هي كلامها صح. رد له قال له لا يا كليوباس، دي مريم المجدليه دي كلامها يبقى مظبوط، دي بتحب يسوع قوي، دي اكتر واحده في الدنيا بتحب يسوع. قال له ما هو يمكن من كلماتها بتحبهم اتلخبطت من كتر دي اللخبطه اللي كانت في مخها، وهي ما هي ما جاتش تتفاهم. قال له دي حاجه تحير تتفاهم يا كليوباس، الواحد محتار معاك انا كمان، ويعين سلهم ماشيين هم الاثنين كل واحد ايه يخبط كف على كف ويقول يا ريت لما كنا عرفنا يسوع ده، يعني بس جيت خلانا حبيناه وتعلقنا بيه وبعدين في الاخر راح مات وده احنا مش عارفين راح فين. قال له وقت قال له طب انا عندي فكره. قال له ايه الفكره اللي عندك دي يا كليوباس؟ قال له فكره بقى مظبوطه خالص. قال له ايه الفكره؟ قال له طيب احنا يا كليوباس ممكن نروح ايه عند القبر اللي ايه اللي دفن فيه المسيح، ولما نروح هناك نشوفه. فرد كليوباس قال له ايه؟ لا يا عمي انا روح اللي يوديني هناك، ده العساكر قاعدين هناك واللي يروح هناك هيمسكوه، وبعدين يقولوا لنا اليهود اللي هناك يقولوا لنا انتوا كنتوا ماشيين مع يسوع. لا يا عمي، عاوز تروح انت روح لوحدك، لكن انا ما روحش. فلو قال له طيب لا روح تبع. لكن هو قال له طب تعرفش ان هو حتى لو كان طلع من القبر لسه قاعد هناك، ما يمكن راح حته ثانيه. المهم اللي هو قال له دي حاجه اتلخبط خالص، ده انا مخي هيفرقع دلوقتي مش عارف ايه حكايه يسوع ده. ويا عيني يا ولاد كده هوت وهم ماشيين عمالين يتكلموا مع بعض بس والحكايه اتخبطت في مخهم خالص. واحد يقول قام، واحد ما يقولش قام، والمريمات قالوا وده يقولوا ما قالش، وحكايه بقت صعبه جدا. وبعدين لقوا واحد ايه واحد ثالث كده هوت جه قال لهم ايه؟ قال لهم مساء الخير يا جماعه. قالوا له مساء الخير، ردوا له كده من مناخيرهم يعني ما ردوش كويس. متضايقين هم اصلا كانوا متضايقين قوي. قالوا له عاوز ايه انت كمان؟ قال لهم طولوا بالكم انتوا بالكم كده مكسرين كده ومتضايقين. النهارده لازم تبقوا مبسوطين. قال لهم مبسوطين ليه يا شيخ انت؟ هو احنا دلوقتي نعرف حاجه، احنا يسوع بيقول وقام وناس بتقول ما قامش والعزايا ملخبطه خالص ودماغنا خلاص مش قادرين نولي وشنا من الناس. الناس اللي كنا ماشيين وراهم وبنقول لهم ده يسوع ده هو ربنا وبتاع، النهارده مش قادرين نعمله خالص. قال لهم طب اسمعوا، انا عاوزكم كده تبقوا حلوين وهاديين. انتوا عملتوا خطيه كبيره. قالوا ايه؟ خطيه؟ خطيه ايه؟ قال لهم انتوا عملتوا خطيه كبيره قوي. قالوا له ايه الخطيه اللي عملناها دي؟ انت يا راجل انت اسمك ايه؟ قال لهم كده تعرفوا اسمي؟ قالوا واحد وخلاص. قالوا له ده كلنا ايه الخطيه؟ وانت كنت انت نبي انت كمان هتعرف الخطيه اللي اتقال لنا؟ قال انا هقول لكم الخطيه اللي اتقال لكم ايه؟ قالوا
قال له انت عارفه تقرا ولا ما تقراوش؟ رحت المدرسه ولا ما رحتوش؟ قال له رحت المدرسه كلها. وانت عارفه تقرا؟ قال له اعرف تقرا. قال له انت لما انت عارفه تقرا ما يكون متلخبطين كده. ايه اللخبطه اللي انتوا عايشين فيها دي؟ ايه قلبه المخ ده اللي انت لو قال له ما اعرفش الحكايه اتلخبط بينه وبينك. اصل هو يسوع ده ما كنتش متوقع ما كنتش فاكرين ان هو يعني لما يتكلم ما يقدرش يقوم نفسه. وبعدين كل ما ده بيقول لك ان هو واحده من الستات اللي ماشيين قالوا له ده من الاموات. وبعدين بينه وبينك انا ما بتفهمش الكلام من الست اللي قالت له دي لان واريا من المجدليه دي اسمها كانت بتحبه قوي يمكن هي اللي بتتخيله وما شافتوش. وبعدين وبيدور عليا قال له روح نشوف عند القبر وانا مجنون اروح هناك والعساكر ياخدوني يموتوني. وتعرفنا ان احنا نلاقيه هناك. لا 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 مش كمان زي الستات اللي راحوا في اللي والدنيا ضلمه الصبح دول ما يفهموش احنا ما نقدرش نعمل عمليه زي دي. قال لهم طيب اقول لكم بقى الخطيه بتاعتكم ايه؟ قال قول ايه الخطيه كمان جدا احنا ناقصينك تقول لنا ايه الخطيه بتاعتك؟ قول ايه الخطيه اللي عملناها؟ قال لهم ايه؟ انا عاوز اشرح لكم حاجه بسيطه. انتوا بتعرفوا تقروا ولا ما بتعرفوش تقروا؟ قال لهم ممكن تقروا كتابه. قال لهم طيب انا معايا انجيل اهو معايا انجيل من العهد القديم يلا نقرا فيه. قال لهم طب نقرا وايه يعني ده هيحل لنا المشكله؟ انت جاي تعلمنا ولا ايه؟ ده احنا ما تنساش ان احنا من تلاميذ المسيح احنا نفهم كل حاجه. قال لهم ما تطولوا بالكم. فقعد ايه فتح الكتاب المقدس وقعد يقرا ويفهمهم ويقرا ويفهمهم ويقرا ويفهمهم. قال له الله الكلام ده في الكتاب المقدس؟ قال اه. المسيح كان لازم يموت وبعد ما يموت يقوم؟ قال اه. قال طب ما احنا اتلخبطنا ليه؟ قال عشان ما بتقروش الكتاب المقدس. واللي ما يعرفش الكتاب المقدس كويس يجرى له ايه؟ لخبطه في ايه؟ في مخه. يقول له يا ترى يسوع قام ولا ما قامش؟ طب اهو العهد القديم اهو تشوفوا الكلام اللي مكتوب فيه بيقول ان يسوع لازم يموت ولا لا؟ وانتوا ناس يهود وفاهمين العهد القديم اللي هو التوراه فاهمين ولا مش فاهمين؟ قال العهد القديم بيقول لازم يموت ولا لا؟ قال لازم يقول لازم يموت. قال والعهد القديم بيقول لازم في اليوم الثالث يقوم ولا ما قالش؟ قال واقف. قال طب يبقى ايه اللي غلط دلوقتي؟ يبقى انتوا اصلا خطيتكم الكبيره اللي سببت لكم اللخبطه في مخكم دي ان انتوا ما بتقروش الايه؟ كتاب مقدس. قالوا طب معلش هنبتدي نقرا ايه؟ هنبتدي نقرا الكتاب المقدس كويس. هنبتدي نقرا الكتاب المقدس كويس. وهتفهمني بقى كل حاجه. قال اه. قال له طب بس اسمع طب احنا صدقنا في الكلام ده ان يسوع هيموت ويموت في اليوم الثالث بس بيني وبينك احنا ما شفناهوش لسه. قال له معلش يمكن دلوقتي تشوفه بس صبرك شويه صغيره وبعدين ايه بس لا الدنيا ضلمت كده وهم كانوا وصلوا للبلد اللي رايحين يا ترى البلد دي كانت اسمها ايه؟ اموات. كانت اسمها اموات. واول ما وصل عمان قال لهم بقى عن اسمك عشان انا لسه ماشي رايح مشوار طويل بعيد تاني. هو حدهم كده يعني كده وكده يعني اكيد هو طبعا. قالوا له لا 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 مش ممكن لازم تقعد تتعشى عندنا. قال لهم لا 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 انا مستعجل. قالوا له مفيش فايده لازم تقعد ايه تتعشى عندنا. قال لهم طيب متابع ضعف تتعشى عندنا وهم قاعدين يا ولاد ويتعشوا كده هو وقاعدين بالحلال تعرفين فكرة وجاي ماسك خبزة وايه وكتبها اساليب زمان لما كان ياكل يصلي ويغسل ويبارك الخبز ويكسره. هم عارفين الطريقه بتاعته ديت. فاول ما ابتدى يكسر الخبز كده جه ربنا كشف عن عينيهم ان اللي كان ماشي معاهم ده هو مين يا ولاد؟ هو يسوع نفسه. وقالوا له ايوه يسوع. بص ما لقوش قدامهم وايه واختفى وراح خالص. قالوا يا خساره ده احنا طول السكه ده احنا طلعنا مش ملناش حق ابدا طول السكه قاعدين نتكلم اي كلام. يا ريتنا كنا قلنا له كنا قعدنا نقول فيه وكنا قعدنا نحضر فيه وكنا ما تبناهوش ابدا. يا سلام يا يسوع ده يسوع هيعمل ايه لما يسال؟ طب هنعمل ايه دلوقتي يا ولادنا بسرعه؟ قالوا ايه؟ قالوا سيبك من الاكل سيبك من الاكل ده خالص. قالوا ايه؟ قالوا كنش
كل واحد اخذ ديله وزنانه وطلع تاني قالوا على فيه قالوا على التلاميذ عشان التلاميذ يعني كلهم ايه متلخبطين مصدقين كلام الايه مريم المجدلية. احنا نروح نقول لهم اللي حصل ايه حصل النهارده ودرعوا جري 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 يا ولاد لمنا وخلاص هيموتوا من الايه من الجن ودخلوا على التلاميذ قالوا لهم ايه في ايه برضه سالوه في ايه في عساكر جاية تمسككم ولا اليهود عاوزين يموتوكم ولا ايه مالكم كده خايفين وبترتعبوا ده انتوا غلابه خالص فتعب علينا هاتوا لهم كوباية مية اقعد اقعد بعض ياكل يومين هنا اقعد ادلوها هنا اقعدوا ما تزعلوش مالكم مالكم في ايه ايه اللي الابواب احسن فيها عساكر تخد ولا حاجة نزلوا بسرعة وراهم قالوا له وصلوا ايه ولا اعملوا ايه استنوا لما نحكي لكم حكايته كمان انت يظهر زينا ما انتش فاهمين الموضوع ايه الموضوع كذا 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 قالوا له بجد طب ما مسكتوش ليه قالوا ده تهبنا وايه ومش قالوا المحكاية دي طب ونعمل ايه العمل بقى دلوقتي قعد يفكروا كده هو ثم اخوه كل واحد يقول ايه فكرة فكرة واحد يقول ايه طب يلا اروح موشي امشي بنفس السكة يمكن يكون راجع من السكة قال لا 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 هو يرجع من السكة ويمشي السكة واحد جاي قال طب نروح عند الأرض لا 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 واحد جاي قال ايه هو عايزين واحد منهم بقى طلع شاطر قوي تعرفوا قد ايه يا ولاد قال يلا نقفل الايه الأوضة بتاعتنا دي كده اهوت ونقعد ايه نصلي ونقرا الكتاب المقدس ويسوع يجي ايه فوق وكان دايما يا ولاد كل ما يقعدوا يصلوا كده هم قاعدين واقفين الابواب يبص لقوا ايه يسوع موجود في وسطهم وبقوا فرحانين بيسوع خالص وخلاص قالوا له حرمنا 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 ان احنا ما نقراش في الكتاب المقدس لازم باستمرار هنقرا ايه في الكتاب المقدس عشان اللي ما يعرفش في الكتاب المقدس مش ممكن يعرف يسوع كويس ولا يحبه كويس ده احنا يا اولاد هنبقى نعرف الكتاب المقدس باستمرار عشان نبقى اولاد يسوع ونعرفه كويس وكل سنه وانتم طيبين خريستوس نفسي لو سمحتم تقعدوا انتوا صليتوا خلاص ابونا متى صلى معاكم ومش عاوز حد يقف خالص انا نفسي بقى المره دي بقى نسعيكم النهارده احسن يوم ولاد يسوع تمام يا اعمال ايه واخد بالك واللي بقى ما تتمدلش في الكنيسه مثلا يا حضر الشمال بس الصف اللي دوره بس هو اللي يقوم الصف ده يقوم بس ليه قوم الصف ده يلا يطلع على طول والصف ده يقوم بس الصف ده يلا يمشي